السلام عليكم ورحمة الله. طلب السنة الثالثة علاج طبيعي، والآن بنيجي للنواحي التطبيقية لممارسة اللي هي التطبيق اللي هي تمارين اللي هي التوازن في اللي هي حالات الضعف التوازن، بعد ما اتكلمنا على اللي هي الاكزامينيشن والايفالويشن وقلنا ايه اللي بيلزم خلال عملية اللي هي البالانس تريننج، بانه اللي هو نوفر بعض السيفتي للمريض، وايه اللي نعمله طبعا قبل اللي هو التمارين التوازن هذه من اللي هي الاسترتشنج والسترينثنج واللي هي الفليكسابيليتي والجوينت موبيليتي واللي هي البوستشر. كل الحاجات هذه طبعا بناخدها في الاعتبار، وبنبتدي اللي هو نعمل عملية تطبيق للي هي تمارين التوازن. وأول حاجة طبعا زي ما حكينا في البداية في عملية التقييم، احنا لو وجدنا في هناك ضعف في الستاتيك بالانس بعد الاختبارات، فبالتالي بنبتدي اللي هي الاكتيفيتي اللي هي تبرموت ستاتيك بالانس كنترول، اللي هي النشاطات اللي بتشجع او بتعزز من اللي هي ضبط التوازن الساكن، بانه نخلي البيشنت having the patient maintain sitting half kneeling tall kneeling، بانه نخلي المريض او بان نخلي المريض يحافظ على اللي هي وضعيته في الجلوس، وضعيته في الوضع وهو نص ركبه او ركبه ونص، او اللي هو الوقوف على اللي هي الركب بتاعته اللي هي الطويله اللي هي تول نيلي، او كمان اللي هو وضع الوقوف ستاندينج بوستشر ان اي فيرم سيرفيس، الوقوف وضعيته في الوقوف على سطح اللي هي ثابت او جامد، وايضا اللي هي كمان بنخليه يتمرن براكتس ان ذا تاندم اند سنجل ليج ستانس، بنخليه يتدرب على انه يقف اللي هي في شكل اللي هو تاندم، يعني رجل قدام الثاني، او يعني رجل قدام الثاني لقدام، واحده لقدام واحده لورا، او الوقوف في اللي هي او وقوف برجل واحده. وبعد هيك اللي هي بنجعل التمارين التحدي اكثر، بروجريس اكثر، بانه هاي النشاطات اللي احنا عملناها، التمارين اللي عملناها السيتنج وهاف نيلينج وتول نيلينج والتاندم والليج ستانس، بانه بنخلي بروجريس ذيس اكتيفيتي باي وركينج اون سوفت سيرفيس، بانه يعملها على اللي هي سطح يكون اللي هو ناعم زي اللي هي الفوم السفنج، او على الرمل الساند، او على جريس العشب. وايضا ممكن نعمل اللي هي ناروينج للبيز اوف سبورت، تضييق للي هي القاعده، او يعني نخليه يضيق رجليه، وفي نفس الوقت بنخليه موفينج ذا ارمز ونخليه يحرك دراعاته، اور كلوزينج ذا ايز او بيسكر عينيه. طبعا بنضيف على الكلام هذا انه احنا ممكن كمان اللي هي provide resistance via hand hold، بانه يعني بندي resistance بواسطة انه يمسك اللي هي weight او elastic resistance. وايضا كمان ممكن نضيف secondary tasks مثلا زي انه اللي هو catching a ball، انه يلتقط او يمسك كرة، او ممكن كمان نخليه يعمل عمليات حسابية عقلية mental calculation هذه عشان تزود الليفل اوف difficulty. نشوف مع بعضينا بعض هذه الامثله. زي ما احنا شايفين هنا هوت هاي البيشنت، تمام، وهي الثيرابيست واقف ورا منه لخطوه لورا، وماسك اللي هو تقريبا اللي هي الترانك يعني، او منطقه اللي هي، او ماسك هنا بالاحرى اللي هو الجيت بيلت، حزام اللي هي المشي زي ما احنا شايفين طبعا، وواقف على اللي هي سنجل ليج ستانس بالانسنج دورينج سنجل ليج ستانس. هذا المثال الاول شايفينه هيك. طبعا المثال الثاني شايفين انه اللي هي
البيشنت عمال واقف وعمال بيعمل اللي هي ريزيستنس بالالاستيك ماتيريال باللي هي الارم بتاعته، وهو طبعا زي ما شايفين واقف بالانس، واقف متوازن وايل ستاندينج، متوازن اثناء اللي هو الوقفه بتاعته، with resistance مع مقاوم provided اللي هي للارمز to the arms via elastic اللي هي resistance. ثم عندنا برضو نفس الشخص زي ما احنا شايفين واقف محافظ على توازنه وعماله حامل في دراعه ويت هنا وهي في ويت هنا، balance while standing with the arm abducting والدراع في الابدكشن بوزيشن و and holding اللي هي ويت وحامل اللي هي وزن. برضو لا يزال في الستاندينج بالانس كنترول اهو زي ما احنا شايفين للبيشنت الست العجوز، واقف ورا منها الفيزيوثيرابيست ماسك بالجيت بيلت هنا اهوت في توازن بالانس، وايل كمان بينما بتكون اللي هي البيشنت ستاندينج اند كاتشينج ابول. كل هاي اللي هي الامثله الصحيح اللي هي during اللي هي الستاندينج زي ما احنا شايفين. طبعا ممكن يكون في شكل سيتنج، ممكن اللي هي ستاندينج اون اللي هي فوم على اللي هي سوفت سبورت، ممكن يكون واقف ان تاندم، ممكن واقف برجل واحده، ممكن واقف هذا هو باستخدام الاستيك ماتيريال او ريزيستنس، واقف وماسك اللي هي ويت، ما واقف وماسك اللي هو اللي هي كوره كاتشنج ابول. طيب هذه اللي هي الخطوه الاولى او المرحله الاولى في اللي هي تمارين التوازن during اللي هي الاستاتيك اللي هي بالانس كنترول. طيب نشوف بعد هيك اذا هو تحسن في اللي هي المنطقه هذه او من خلال الاستاتيك بالانس كنترول، يبقى بعد هيك احنا بنتقدم انه نخلي اللي هي البالانس بتاعته اللي هي مور بروجريس اكثر تقدما، بانه نحاولوا المره الثانيه على اللي هي الديناميك بالانس كنترول لو تحكم التوازن الحركي او الديناميكي، اللي هي طبعا عباره عن اللي هي انه احنا بنعمل بريموت للبيشنت في الديناميك بانه البيشنت هنا هوت زي ما احنا شايفين maintain equal weight distribution and upright trunk posture alignment while on moving surface such as sitting on a therapeutic ball. يعني هنا هوت في التمرين الأول اللي هي المريض بأنه يحافظ على اللي هو الوقفة المتساوية في توزيع الوزن، يعني بيقف زي ما احنا شايفين على الويبل بورد هنا هوت، أو واقف على اللي هي الويبل بورد على لوحة التذبذب أو اللوحة المتذبذبة هذه، وبيحاول يوزع وزنه منتين ايكوال ويت ديستريبيوشن، بيوزع وزنه على رجليه الاثنين، واللي هو الترانك بتاعه ابرايت ترانك بوستشر واقف وقفة تمام كويسة، وايل اللي هو اون موفينج سيرفيس واقف على اللي هي الوبل سيرفيس such as اللي هي يا انما اللي هي على الوبل بورد او على اللي هي sitting on large اللي هي therapeutic ball او قاعد على اللي هي كره او كره علاجيه كبيره زي ما احنا شايفين balance while standing on wobble board. هاي اللي هو التمرين الاول. بعد هيك بعد الكلام هذا بنبتدي اللي هو progress more بانه احنا اللي هو progress الاكتيفيتي بانه سوبر امبوز موفمنت، بانه يضيف حركات such as shifting the body weight بانه يحرف وزنه للامام والخلف والجنب اليمين والجنب الشمال shifting the body weight. وبعد هيك يعني اهو زي ما احنا واقفين شايفين واقف على الويبل بورد وبيبتدي اللي هو يحرك نفسه لقدام، ممكن لورا، ممكن للجنب هذا، ممكن للجنب هذا، وبتدي اللي هو يعمل روتيت ذا ترانك يلف اللي هو الجذع بتاعه، وموفينج ذا ارم ذا هيد اور ارز، وبيبتدي يحرك اللي هي راسه ودراعاته هنا زي ما احنا شايفين بالانس، بتوازن وايل ستاندينج ان ويبل بورد
with the arm movement، هيو بتوازن على الويبل بورد وبحرك دراعته وبحرك كمان الترانك بتاعه. وبعد هيك كمان اللي هي ال 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 بنبتدي نخليه اللي هي يخلف او يغير vary position of the arms، انه يغير وضع اللي هي دراعاته from out من الخارج يعني الى السايدز الى جانبه الى to over the head، يعني وايديه جنب منه هيك بالشكل هذا، يرفع ذراعاته على الجانب ثم يرفع ذراعاته فوق راسه. بالانس وايل ستاندينج اون ويبل بورد، وهو واقف على اللوح المتذبذب وذ ارم اباف ذا هيد. وبعد هيك طبعا بتدي اللي هو يمارس اللي هي نوع اخر من التمارين. ممارسه التمارين هذه الثانيه بريك ستيبنج اكسرسايز، ممارسه التمارين اللي هي الـ 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 الخطوات، يعمل ستيبنج يعني يعمل خطوات with small steps، بانه بيبتدي اللي هو يمشي بخطوات صغيره. وبعد هيك بيبتدي اللي هي then mini long، وبعديها اللي هي اندفاع الى الامام باندفاعات صغيره الى الامام، وبعد هيك اللي هي اندفاعات كامله الى الامام to full lungs. بعد الكلام هذا بيبتدي البيشنت يتقدم اكثر في التمارين بتاعته، بروجريس ذا اكسرسايز بروجرام، بيتقدم في البرنامج التمارين تو انكلود اللي هو الهوبينج بحيث يشمل اللي هو القفز وسكيبنج الوثب وروبينج جامبينج قفز الحبل وهوبينج داون فروم سمول ستول وايل مينتيننج بالانس، والقفز من اللي هي كرسي صغير أثناء محاولة المحافظة على التوازن بتاعه. وبعد هيك كمان في تمارين تانية للبيشنت، إنه بنخليه يعمل اللي هي الارم موفمنت، the patient exercise arm movement، the patient perform arm and leg exercise، خليه يعمل تمارين للذراع وللرجل بينما هو واقف while standing with normal stance، واقف باللي هي وقفة طبيعية، وممكن يكون واقف تندم ستانس رجل قدام التانية، أو ممكن يكون واقف اللي هي على رجل واحدة and single leg stance. زي ما احنا شايفين في الصورة اللي هو عماله واقف برجل واحدة ورافع الرجل التانية، يعني واقف على رجل واحدة one leg stance. وبيعمل resistance للي هي الأرمز، resistance للشولدر with resistance shoulder extension using اللي هي مستخدم اللي هي الإلاستيك material. الحقيقة طبعا هاي لغاية الآن جزئيتين من اللي هي البالانس تريننج، اللي هي بيكون المريض فيها في البداية محتاج إلى static balance control، وبعد هيك إذا الحالة بتاعته صارت كويسة بنعمل بروجريس، بنخليه يتقدم أو يزيد في التحسن بتاعه بإنه بننقله على اللي هي الديناميك بالانس كنترول، هدول المرحلتين. وبعد هيك إذا هو كويس بننقله لمرحلة اللي هي ثالثة في اللي هي الانتسيبيتوري بالانس كنترول. وشكرا لكم طلبة السنة الثالثة، وإن شاء الله المحاضرات الجاية بنستكمل باقي موضوع اللي هو البالانس كنترول أو اللي هي الإكسرسايز فور اللي هي إمبايرد بالانس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.